السلام عليكم مشاهدين قناة السودانية 24. اسمي رفاه شوكت، عمري 19 سنة، بدرس في الصف الثالث ثانوي أدبي مجال فنون. اخترت المجال ده لأني برسم من أنا صغيرة، وبابا علمني الرسم، هو اللي خلاني اكتشف موهبتي دي، وهو السبب إنه خلاني أواصل ودعمني طوالي. في البداية بدأت أرسم بشخابيط، بعد ذاك بقيت أتعلم شوية أرسم الشخصيات والرسوم المتحركة، وبدأت تقريبا لي أرسم 14 سنة. بحب نوع من الرسم، نوع البورتريه، رسم الشخصيات. برسم من التلفون مرات من راسي، الرسمة مرات بتاخد معاي 5 أيام أسبوع على حسب نوع الورق وتفاصيل اللي بتكون في الصورة. برسم بستخدم ألوان خشب ومكياج وأقلام رصاص. بالنسبة للأدوات اللي أنا بستخدمها، بستخدم ألوان خشب، بريزما، وفايبر كاستل. وبالنسبة لأقلام أقلام التلوين الملونة، بستخدم أقلام الشين، وأقلام الرصاص بستخدم ستيلر، وأقلام فحم ستيلر برضو بالنسبة للرسم الأسود والأبيض. مرات بستخدم المكياج في الرسم، مرات بلقى صعوبة إني أتحصل على الأدوات دي، لكن بلقى البديل لها. بدأت أطور في نفسي، في كل مرة لازم أرسم صورة أصعب من الثانية عشان ألاحظ تطور أكبر. شاركت في مسابقات بتاعت رسم، وأخذت عليها شهادات تقديرية. برضو شاركت في معارض رسم، وأخذت نصائح من الفنانين الأكبر مني عشان أطور نفسي أكثر فأكثر. وفي المستقبل عايز أكون فنانة تشكيلية ومصممة أزياء عالمية إن شاء الله. حابة أشكر أهلي لأنهم دعموني وشجعوني، وإن شاء الله حواصل لحد ما أستمر وأصل الحاجة اللي أنا عايزاها، وإن شاء الله حبقى حاجة كبيرة في المستقبل. وشكرا جزيلا.